المركز الثاني. أتابع هناك أيضا الظبي على المركز الثاني سمو الشيخ سعيد بن مكتوم براية المكتوب، محمد بن مسفر بالقوبع في عملية التدريب والتضمير، بينما أيضا المركز الثالث وصول وتحدي من عالية لسمو الشيخ انهيان بذياب السيف آل انهيان والصادق. فضل عالمين من يتابع هذا الشعار. المركز الرابع الوصول هناك ايضا من مشكوره بشعار هجن الرياسه يتقدم، هناك ايضا سهيل بن احمد، ولكن هناك ايضا الوصول من سرابه لهجن الرياسه سهيل بن احمد بن دري الفلاح الجدير. هناك ايضا من يتابع انطلاقه سرابه في هذه اللحظات مع المركز الرابع والمركز الخامس. الوصول ايضا من ضحالي سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، محفوظ بن خميس الينيبي، هناك الزعيم العيناوي يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. لحظات وصول هناك ايضا وتحدي من زاهيه اعزائي المشاهدين متابعي الكلام بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عمليه التدريب والتضمير، بينما الوصول والتحدي والاثاره من الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خالد بالمر بن حلوه يتواجد في عمليه التضمير على المركز الثامن والمركز التاسع. وصلت هناك السبعه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ايضا سعيد عبيد بن سعيد السبوسي يتواجد في عملية التدريب والتضمير. المركز العاشر وصلت هناك أيضا عزايم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار. هكذا نداء للمراكز العشر الأوائل المتقدمة. أعود إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، عودة مع التحديات والإثارة عالية. هناك أيضا تتواجد بهذا العلو على الصدارة مع المركز الأول عالية، ما زالت على صدارة هذا الشوط متقدمة هنا أيضا بهذا الشعار سمو الشيخ انهياب ذياب السيف آل انهيان، واللي ضمنها الصادق فضل الأمين يتواجد على الصدارة، يتواجد على المقدمة مع المركز الأول، ولكن أشوف شواهين على المركز الثاني شعاري هجن الرياسة محمود بن محمد الوهيبي هناك أيضا يتواجد مع انطلاقة شواهين، يراقب هناك ايضا الصداره والمقدمه مع المركز الثاني. وصول من الظبي هنا ايضا، وصلت الظبي لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد ال مكتوم محمد بن مسفر بالقوبع، هناك ايضا يتواجد في عمليه التضمير. سرابه بدات تتسرب، بدات تتقدم بشعار هجن الرياسه احس هيل بن احمد بن دري الفلاحي، الله يا ابو احمد، يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. الشاهينيه مع المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن مر بن حلوه هناك ايضا يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. عزايم وصلت تقدمت هنا بهذا الشعار، الشعار العيناوي. هناك ايضا عزايم تعود الملكيه لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، واللي ضمنها الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الينيبي، يالله يا ابو ناصر، يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. الله 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 على هذه الشعارات، على هذه الأسماء القوية المنطلقة في عاصمة الميادين. الستة كيلومترات شوط الكبار، شوط التحدي، شوط العمالقة. هناك أيضا من هذه الشعارات الغالية شعارات أصحاب السمو الشيوخ، ولكن صدارة هذا الشوط، مقدمة هذا الشوط ما زالت عالية هنا، ما زالت عالية على صدارة على المقدمة لسمو الشيخ انهياب ذياب السيف آل انهيان الصادق فضل الأمين، يتواجد في عملية التدريب والتضمير. المركز الثاني، المركز الثاني اعزائي المشاهدين متابعين الكرام، وصول من شعار هجن الرياسه، تقدمت شواهين ويتقدم ابو محمد محمود بن محمد الوهيبي. هناك ايضا هذا الاسم، الاسم الجميل، الاسم المميز في عالم سباقات الهجن العربيه الاصيله. المركز الثالث الوصول من الشاهينيه، بدات تتقدم الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، خالد بن مر بن حلوه، حلوه يا بن حلوه على هذا التوقف.
متواجد مع المركز الثالث، وصول هناك أيضا على المركز الرابع في هذه اللحظات. سراب لهجم الرياسة، سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي في عملية التدريب والتضمير، وصل شعار هجم الرياسة بتواجد شواهين وتواجد محمود بن محمد الوهيبي في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة دائما لهذا الشعار، دائما لهذا الشعار، الشعار المحبوب، شعار الخطر هنا، الشعار الذي لا يعرف إلا الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. ولكن وصلت مشكورة، وصلت مشكورة هذه اللي ما يبنى لها طاري إلا في هذه اللحظات بشعار هجن الرياسة. عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي هنا وصل البارع في هذه اللحظات، وهناك أيضا الوصول من عالية، الوصول من عالية والتقدم من عزايم، وهناك أيضا هذا الاسم الله يا الخزنة وصلت هناك أيضا بهذا الشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آل نيبي في عملية التضمير والتدريب، والوصول هناك أيضا والتحدي من الشاهينية بشعار هجن الرياسة. وصل المستحيل، وصل المستحيل، تقدم في هذه اللحظات، خلاص المنصة بانت، المنصة بانت هنا، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة هذا الشوط. هناك مع المركز الأول شواهين بشعار هجن الرياسة، محمود بن محمد الوهيبي محمد يتواجد في عملية التضمير والتدريب، وصول من عالية سمو الشيخ انهياب ذياب سيفال انهيان، ماذا جديدك يا صادق، فضل الأمين على المركز الثاني، وهناك شواهين بشعار هجن الرياسة، وصل المستحيل، تقدم البارع هنا في هذه اللحظات، يلا يا القدير، وهناك أيضا الزعيم العيناوي الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، بدينا في العد التنازلي، بدينا في الأمتار المجنونة في هذه اللحظات. الله الله الله، شواهين عالية مشكورة، شواهين هنا أيضا في موقع واحد، مسار واحد، تحدي واحد، الفطاحلة يختلفون، المضمرين يختلفون، الكل يركز، الكل يركز هنا مع هذه الأمتار مشكورة وعالية هنا، ولكن عالية، عالية على الصدارة، عالية مع المقدمة سمو الشيخ نهياب ذياب سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، الصادق فضل الأمين يتواجد في عملية التضمير والتدريب، ولكن شواهين، شواهين هنا بشعار هجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتواجد على الصدارة في عملية التضمير والتدريب، وصلت مشكورة، تقدمت مشكورة بشعار هجن الرياسة، عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، ولكن عادت عالية، تقدمت شواهين مع المستحيل، ما هناك أيضا شواهين على الصدارة والمقدمة، شعار هجن الرياسة، شعار هجن الرياسة، أبو محمد هنا أيضا يتواجد في عملية التدريب والتضمير، التدريب والتضمير، ولكن الصادق وصل، وصلت عالية هنا، تقدمت مع المركز الثاني، وهناك شواهين ما زالت على الصدارة، سلام لهجن الرياسة، سلام لهذا الشعار، سلام لهذا الشعار، ومشكور يا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي على عملية التضمير، المركز الثاني، عالية سمو الشيخ نهياب ذياب سيف آل نهيان، والمركز الثالث وصول من مشكور، مشكور نعم بالفعل لهجنة الرياسة، والمركز الرابع لحظات وصول وتحدي وإثارة أيضا من الشاهينية لهجن الرياسة، والمركز الخامس الشواهين لهجن الرياسة مع محمود بن محمد الوهيبي. هكذا أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، تهانينا والناموس لشعار هجن الرياسة، عودة إلى التوقيت الزمني عبر قناة ياس الرياضية الناقلة من قلب الحدث. ايضا التوقيت الزمني 9:39 من الثاني، تهانينا لهجن الرياسه المركز الثاني، لحظات وصول ثاني المراكز في هذه اللحظات، والتوقيت الزمني 9:40 جزئين من الثانيه، معاليه لسمو الشيخ نهياب ذياب سيف آل نهيان، مشكور ايضا الصادق فضل الأمين، بينما المركز الثالث 9:41 يتيمه من الثانيه لهجن الرياسه مع انطلاقه مشكوره، تهانينا وناموس لجميع الفائزين.